في الطبيعة الترددات في كل مكان حوالينا في أشكال موجات ونغمات مختلفة، تتسمى وحدات التردد ودرجات الصوت في الهيرتز. كل ما انخفضت درجة الهيرتز كل ما انخفضت طبقة الصوت، وكل ما زادت درجة الهيرتز عليت درجة الصوت. العصافير مثلا ليها ترددات عالية حوالي من 1000 ل 8000 هيرتز أو حتى أعلى. في الانتاج الموسيقي بتتقسم الترددات للبيز والترددات المتوسطة والتريبل. والترددات المتوسطة هي أكتر حساسية للإنسان. بيتم إعداد الأصوات زي البازل، كل هيرتز بيقف لوحده وليه مساحته الخاصة. على سبيل المثال البيانو بيسمح للأوتار بأداء لحنها، والعصافير بتدي مساحة للإنسان والرياح. كل حاجة في الطبيعة ليها مشاعرها ولونها وعاطفتها الخاصة. بص حواليك واستمتع بمحيطك ولاحظ ازاي الطبيعة مرتبطة.